في وقت يضع فيه نتنياهو لمساته الأخيرة ليمضي بمخططاته في رفح إلى وجهته النهائية، البعض يعتبر أنه يناور لرفع شروط التفاوض لأسباب عدة، منها الرفض الدولي، الخلاف مع بايدن، وغياب الضمانات بأن تحقق رفح نصراً لإسرائيل على حساب دماء 1.5 مليون نازح. حتى لو ما رد نتنياهو على حدا، فاتورة رفح رح تكون غالية كتير على دول العالم كلها، وشوفوا ليش. لن يستطيع العالم أن يقول هذه المرة لم نكن نعلم ماذا ستفعل إسرائيل في رفح. الصحفي عودة بشارات يعترف لصحيفة هآرتس الإسرائيلية بالمشاركة العالمية في المجزرة التي ينتظرها النازحون في رفح حال حدوثها، وقسم الكاتب العالم إلى نصفين. الأول هو المستوى غير المسبوق من الرأي العام المعارض للمجزرة، ولكن هناك عالم آخر، عالم غير مبال يتأثر بمصالح الرأسماليين، وكما يقول الكاتب، عالم بلا رائحة ولا مشاعر. بس بتقولوا لي اللهجة الدولية تغيرت وكل الدول حذرت إسرائيل من المجزرة، لدرجة أنه حتى بايدن اعترف أنه نتنياهو تجاوز حدوده. بينما يصدرون التحذيرات ويذرفون دموع التماسيح، يقول الكاتب إن قادة العالم يواصلون تزويد إسرائيل بالسلاح والمال والدعم الدبلوماسي. تيك توك في براءته الشبابية يوضح للجميع أن أيادي البريطاني ريتشي سوناك والألماني أولاف شولتز والفرنسي مانويل ماكرون تشترك بالفعل في سفك الدماء. أما بايدن بحسب الكاتب فسيزعم لاحقاً أنه لا يتذكر ما دوره في قطاع غزة. يمكن الشيء الوحيد اللي عم يتذكره أنه عنده انتخابات. بس خلينا نرجع للسؤال الأهم، هل وصل جنون نتنياهو ليرتكب هيك مجزرة؟ أم بعده عم بيناور ليرفع من شروط التفاوض؟ في القاهرة، رئيس المخابرات الأمريكية ورئيس وزراء قطر ومدير الموساد يلتقون مع المسؤولين المصريين لبحث موقف التهدئة في قطاع غزة. فهل تفلح مفاوضات اللحظة الأخيرة في إنقاذ 1.5 مليون فلسطيني المكدسين في مدينة رفح؟